البصمة العربية موجودة كانت من الأدوار التمهيدية، تونس على فرنسا، سعودية على الأرجنتين. إحنا كنا نتأمل المنتخب السعودي وكانت فرصة. يمكن نعم فاز على الأرجنتين اللي هذه كانت من مفاجآت البطولة، وكان المنتخب السعودي من المرشحين الأوائل يكون من ضمن المجموعة. ليش؟ يمكن البعض يقول ان البطوله بالنسبه للمنتخب السعودي انتهت بفوز الارجنتين. صحيح. اعتقد ان تعامل المدرب ما كان جيد في هذه المباراه، لان يجب ان انت اليوم أمام بولندا. امام بولندا. نعم. ليش تعامله ما كان جيد؟ اول شيء انت مباراتك فوزك على الارجنتين بالنسبه هذه صفحه يجب ان تنطوي. من بعد اللاعبين ما يدشون يصحون يقعدون على الفطور، هذه مباراه انتهت. صحيح. يجب انك انت تفكر في الاصعب. بولندا اصعب من الارجنتين. ليش؟ فريق الستايل يختلف عن الارجنتين. الارجنتين فريق قوي جدا. نعم. ولعبه سريع اقوى من البولندي. البنيه الجسمانيه. وثاني شيء يجب كمدرب انك تتعامل وتلعب بطريقه غير الطريقه اللي انت تلعب فيها امام الارجنتين. ان انت كنت محتاج تكسب هذه المباراه وتكون من ضمن الفرق المتاهله، وكانت فرصه للمنتخب السعودي.